ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. فضيحة من العيار الثقيل هزت مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول فيديو مخل بالحياء منسوب ليوتيوبرز مغربية معروفة بخرجتها المثيرة للجدل، ومن بينها اشتراط 30 مليون كصداق من أجل الارتباط والزواج. وفور تداول هذا الفيديو الصادم عبر العديد من النشطاء عن غضبهم الشديد، داعين هاته الشابة إلى التوقف عن القيام بمثل هاته التصرفات المخلة بالحياء، خاصة خلال شهر رمضان، في حين طالب آخرون المصالح الأمنية بضرورة الدخول على الخط وفتح تحقيق بخصوص الفيديو وباقي الفيديوهات المنسوبة لها والتي تتضمن مشاهد جد فاضحة وصادمة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.